السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن إن شاء الله بتجربة فرانك هيرس. هاي خطوات التجربة لفرانك هيرس. طبعا فرانك هيرس هي من أحد التجارب الفريدة والأساسية في الفيزياء بشكل عام، خاصة في الفيزياء الكمية ومسويات الطاقة. طبعا احنا فرانك هيرس تجربة يعني تحتوي على مجموعة من الأدوات. هذا أنبوب غاز الهيليوم، هذا غاز الهيليوم فيها الكاثود وفيها الأنود، فيها الشبكتين هنا وهنا، موصولة الآن ضمن هذا الإطار، ضمن مصدر معين بيعطيني فرق جهد بين الكاثود والأنود حتى نستطيع أن نحصر الإلكترونات اللي بتتعدى مرحلة التيار، حتى نستطيع أن نقيس التيار، وأيضا سوف نقيس اللي هي U2، الفرق بين الشبكتين اللي هنا، حتى نستطيع أن نسميها نتحكم بقيم الإلكترونات المنطلقة من الأنود إلى الكاثود وتصل إلى الأنود، حتى نستطيع أن نحصل على التيار. طبعا إحنا في هذه التجربة هذا الباور سبلاي الذي يدعم تجربة فرانك هيرس، حتى نستطيع أن نحدد مستويات الطاقة لغاز النيون، و نستطيع أن نتحكم في نسميها البيكس للطاقة خلال، طبعا حتى نستطيع أن نؤكد إنه أن الطاقة مكممة ومستويات الطاقة تكون ثابتة لكل مستوى طاقة معين من عدد نسميها عدد المدارات. طبعا إحنا الآن نريد أن نعمل على تشغيل هذه التجربة، إنه نريد أن نغير من قيم الجهد بين طرفي الشبكة من 0 إلى 80، ونقرأ التيار المار في الأنود. هذا التيار طبعا هنا نستطيع أن نقرأ التيار من خلال هاي القراءة العداد، التيار بوحدة النانو أمبير، وهي وقراءة الفولتية، هذه الفولتية اللي قرأ الفولتية التي تخرج اللي هي فرق الجهد بين الشبكتين من 0 إلى 80 فولت. فنحن الآن بحاجة نغير الفولتية كل 2 فولت، نأخذ قراءة التيار المرة في هذه الدائرة. إن شاء الله على نهاية التقرير هذا أو الفيديو هذا سوف نبعث لكم الداتا والقراءات اللي تم أخذها في هذه التجربة. مثال الآن نريد أن نغير U2 من هنا، مقدار الجهد، إذا هذا الجهد 2 فولت، إذا هذا الجهد 2 فولت تقريبا، الجهد حساس جدا، إذا هذا قراءة التيار بالنان أمبير تقريبا، نأخذ قراءة معينة. لاحظوا إنه التيار قليل جدا عشان هون دائما في عملية سكاترينج للتيار غير ثابت، لأنه التيار بالنانو أمبير 10^-3 أمبير. فإذا هاي قراءة التيار نأخذ قراءة تقريبا اللي هي 6 نانو أمبير المتوسطة بيناتهم، ثم نعمل على زيادة الفولتية، اختارها مثلا 4 فولت، وثم نختار قراءة التيار وهكذا 6 فولت، قراءة التيار 8 فولت، قراءة التيار 10 فولت، قراءة التيار، وهكذا نرفع من قراءات الجهد والتيار ونقرأ تقريبا 40 قراءة للفولتية اللي هي U2 مع التيار I بالنانو أمبير وهكذا، حتى نصل إلى الماكسيمم، نصل تقريبا إلى 77 فولت، بتكون قراءة التيار. فإذا رسمنا الآن القراءة، إذا رسمنا الآن العلاقة ما بين التيار والفولتية، راح نلاحظ إنه في بيكس معينة نسميها وقاعات تحدد مقدار الطاقات المستويات لذرة الغاز الموجود هنا، حيث يتحرر الإلكترون أو الفوتون وينطلق من مداره ضمن مستويات طاقة ثابتة وإلى آخره. و
وأتمنى لكم طبعا إحنا كل الحظ الأوفر لكم إن شاء الله، وحظا جميلا في هذه التجربة، وسوف أمدكم بقراءة التيار مع الفولتية خلال نهاية هذا التقرير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.